وباخذ من المية كمان. وبنقول للدجاج الكاملة تعالي، وبنقول لها روحي الله معك. يا بي صدقوني أزكى من الكي اف سي. بجيب قطع دجاج اللي بدي اياه وبحبها، بجيب معون، لوحة تقطيع وسكينة. خلينا اشلح حالي عشان ما توسخش. بجيب المعون تبعي، بحط فيها اربع ورقات غار، 10 حبات هيل، 17 حبة فلفل اسود، واذا عندي اختياري شوية تكليل الجبل وشوية زعتر. ومكون مهم عندي هنا قشر البرتقال، بقشره بايدي او بالسكينة، ما احنا اخترعنا السكينة. هيك بنعمل أزكى تتبيلة للدجاج المقلي. وبدي هنا ملعقة كبيرة على الآخر مليانة من الملح، أنا عامل كميتين، خليها ملعقتين ملح كبيرة مليانة، وقدهم ملعقتين سكر كبار. وبجيب المية المغلية وبنزلها فوق الشغلات الحلوة هذه 100%، بحركها منيح عشان كل إشي يدوب. يعني ناسي أحطه مش عارف كيف. هيك ممتاز، بخليها على جنب تبرد. هاجيت بنقطع البرتقالة وبناكلها. خليني أبدأ في الدبابيس بالأول، أتأكد أنهم نضاف حلوين، إذا كبيرة شوية بغزها. وبنجيب الأجنحة نفس الشيء، برتبهم وبقطعهم. وجبت دجاجة صغيرة 700 جرام، بس بنضيفها على السريع شهادة جلد زيادة، وبقص الصدر وبقلبها زي هيك. وبعد ما بردت بدي أقسمها نصين، باخذ شوية من هنا وباخذ من المية كمان. الدجاجة بحطها في واحدة من الصحون المواعين، والقطع اللذيذة هذه بحطها في الثانية، بغرقهم منيح. قد بروح على الثلاجة 4 ساعات على الأقل، بس يفضل قبل بيوم. بجيب معون زبادي من الحامض، باخد كوب، كوبين لبن حامض، شايفين من تبع بلادنا اللذيذ الحلو هذا. أي مرطبان مخلل عندي باخد منه نص كوب عشان أعطيه حموضة، حسب كثافة اللبن اللي هتستعملوه ضيفه في المية المخلل. وبرضو في الأثناء بحضر مكونات الجافة، كيس شيبسي بطاطا، اختاروا أي طعم بتحبوه، لانه هنا بدنا القرمشة بس مش اكتر. طعم بفرقش كتير، او بالعكس ما تحطوش اشي طعمه قوي عشان ما غير في الوصفة. هنا اخترت ملح وخل، بحط معاه اوريجانو من الزاكي هذا، وبدي بودرة التوم 100%، وبضربهم بالخلاط. بيعطيني هذا النتيجة، بطلع مبلل لانه فيه زيوت. هيجيت بضيف عليه الطحين، كوب ونص طحين، وهيك صرنا جاهزين. هلقيت حانة وقت القلي، يفضل انه ننشفهم بورق المطبخ وبشوية طحين في معون كبير، بنحبرهم زي هيك على السريع. هاجيت بنفضهم من الطحين، بنزلهم في اللبن زي هيك وفي الخليط النهائي. بعتقد انه تخين شوية بده تخفيف، وبنزل، ولا في احلى من هيك. وبنقول للدجاج الكاملة تعالي. بقلبها في الطحين وبنشيلها من اللبن، نضربها ضربة ضربتين، وبكمل بايدي وبقولها روحي الله معك. قلبتها وبسقيها. شوف لها المنظر يا حبيبي. هلقيت نبغى هدوء. يا سلام. هلقيت بدي شوية كاتشب، بحط عليها شوية من المكون السحري تبعي اللي مش هحكي لكم عنه، هلقيت بس يجي وقته بحكي لكم. اهم 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 اهم. وبنقول بسم الله. الله، رائعة. أبيه. أيوان. القرمشة حكاية. نجل الفخذ. روحي. يا حبيبي. تعالي. أوه، بتتقطع بسهولة. يا الله. يا إلهي. حبيبنا لازم.